لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أينما كنتم مرحبا أهلا وسهلا نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشرة من فيش ستاديوم في مدينة سوتشي، هذه المدينة التي تقع جنوب روسيا، هذه التي تعتبر منتجعا روسيا فاخرا يقع على ضفاف البحر الأسود، فيها مركز كبير للعلاج بالمياه المعدنية، فيها الهواء النقي ويعتبر من أنقى الهواء الموجود في العالم، فيها أكبر حديقة نباتات في العالم مشهورة بمتاحفها الكثيرة ومعاهدها وجامعاتها، وتحمل جزءا من تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، والتي تحتضن اليوم مباراة الأوروغواي مع البرتغال في أول مواجهة عبر التاريخ في نهائيات كأس العالم بين الأوروغواي والبرتغال. هذه تشكيلة منتخب الأوروغواي مع روي باتريسيو في الحراسة، ريكاردو بيريرا سيكون على الجهة اليمنى، غيريرو على الجهة اليسرى، جوزي فونتي وبيبي، وسط الميدان أدريان سيلفا، ويليام كارفايو بالإضافة إلى جواو ماريو، برناردو سيلفا، غونزالو غيديش، وكريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في مواجهة القائد الآخر ديغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد، سبق لهما وأن التقيا كثيرا في مواجهة الريال والأتلتيكو. فريق الأوروغواي، منتخب الأوروغواي يلعب بمارتين كاسيرس رفقة موسليرا في الحراسة، لاكسالت في الرواق الأيسر، غودين وخيمينيز، فيسينو، بن تنكور وتوريرا، نايتان مونديس رفقة لويس سواريز وإيديسون كافاني، ثنائي الخط الأمامي في تشكيلة منتخب الأوروغواي التي يدربها أوسكار تافاريس الذي يشارك اليوم. سنتعرف على من سيواجه منتخب فرنسا الفائز على ماريو التوزيع باليسرى، ماريو قائمة ثانية، بابا خطيرة، أول لعبة صعبة وكرة خطيرة من هناك، برناردو سيلفا بالراس، المهاجم نادي مانشستر سيتي، نونديس، واريز نونديس، دخل نونديس، التغطية الدفاعية نونديس، ريرا ينفذ الركنية هايلة، لا دفاع برناردو سيلفا، رونالدو، بابا قوية، أول محاولة للتسديد من بعيد من كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا حطها له، بوم ضربها بيمنى مباشرة في اتجاه فيرمو، واريز من أمام بيريرا، سوارا، بابا جول، لعبتان وكرتان، واحدة من إيديسون كافاني في اتجاه سواريز، والثانية من سواريز لكافاني بالراس من أمام روي باتريسيو، ابكي يا ولد ابكي، الجول الأوروغواي متفوق على البرتغال، جول، شوف التمريرة هنا من كافاني، هرب من هنالك سواريز، استلمها، رقبها بصدره، التوزيعة مباشرة رجعها لك يا كافاني، جول، بوم، حطها له بالراس، تسديدة بالراس هذه قولولها، وليس الضربة بالراس، مازال برناردو باليسرى وباليمنى، برناردو ركنية، يقول التي من هنالك لغيريرو، بابا خطيرة، أوه هل هناك خطأ سيد الحكم من جوزي فونتي؟ أم قال ضربة مرمى؟ يا فيرناندو سانتوشا، شوف هنا في ارتقاء، نعم باليدين، أولا لا، فونتي هنا من أمام اللاعب فيسينو ارتقى بمرفق يديه، وتنقل صعبة للويس، وراس، بابا سواريز، قول أنت يا سواريز، سفاح أنت يا سواريز، وماكر وخداع، عارفين عناصر منتخب البرتغال قيمتك، استلم الكرة غطاها كما ينبغي ودخل وحب يفنن، جول، كرة جول، الكرة الآن، التوزيع عرضية والدفاع وفي خطأ، يا كاسيرس، مباراة رقم 80 مع منتخب بلاده كاسيرس، شوف الوضعية اللي كان فيها في هذه الكرة، كاسيرس تلم عن رغبة شديدة لعناصر منتخب الأوروغواي، قداش، الكرة راحت سهلة، يبحث عنه، أدريان سيلفا دخل، وما زالت تلك التي كانت في مباراة فرنسا أمام الأرجنتين، توستر ماريو، لا، بريرا توزيع عرضية، موسليرا، كرة رونالدو،
ما زال عنده الكرة مع ماريو ثم لويس سواريز. اي 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 لمن الخطأ هنا سيد الحكم؟ هل هي لجيريرو أم لسواريز؟ لو كنت في مكانك لخليت العب. لا, لا. لأن هنا سواريز أخطأ وجيريرو أخطأ. فكان من سدد كرة أرضية بابا بابا برايا كاد يفعلها لويس سواريز لولا باتريسيو صدها وما زال ولا تلقى كرة خطيرة للأوروغواي وسواريز. ماريو مازال يلعب على جيديش ولمسة يده الحكم خلى الأفضلية لكاسيرس. 70 دقيقة الكرة البينية جيديش الحكم يو. هذا الذي أنا متأكد بأن أوسكار تاباريز طلب من لاعبيه أن لا يخطئوا في مثل هذا الأماكن لأن في الجهة المقابلة فيه لاعب اسمه كريستيانو رونالدو صاحب ثلاثية رونالدو. الدفاع بشجاعة وببراعة يخرجها ويليام كارفايو من هنالك يلحق عليه سيلفا كارفايو وسيلفا الكرة وفي خطأ يقول حكم المباراة لاكسالت خطأ جواو ماريو مرت 70 دقيقة الكرة البينية جيديش الحكم يو. هذا الذي أنا متأكد بأن أوسكار تاباريز طلب من لاعبيه أن لا يخطئوا في مثل هذا الأماكن لأن في الجهة المقابلة فيه لاعب اسمه كريستيانو رونالدو صاحب ثلاثية رونالدو. والدفاع بشجاعة وببراعة يخرجها ويليام كارفايو من هنالك يلحق عليه سيلفا كارفايو وسيلفا الكرة وفي خطأ يقول حكم المباراة لاكسالت خطأ داس نعم داس والتوزيع وكافاني دخل وراحت. يا كافاني لو كنت انت داخل منطقة العمليات في نقطة ضربة الجزاء في هذه الكرة. شوف هنا دونديغو جودين ثنائي يلعب في نادي اتلتيكو مدريد ثنائي منسجم ثنائي رائع جدا في الخط الخلفي لدفاع منتخب الأوروغواي. هنا برناردو سيلفا اخطأ من امام ماريو التوزيع من ماريو وموسليرا من امام العملاق بيبي موسليرا تفوق في هذه الكرة. الوقت الرسمي للشوط الاول انتهى بعيدة لكافاني كافاني يخرج لك خرجات كافاني لا تتوقعها يسجل اثر جواو ماريو هنا وبرناردو سيلفا خلف الوسط جواو ماريو وجودين مع حارسه روي باتريسيو بيبي سواريز كاد يخطف الكرة هذه من بين روي باتريسيو من بين روي باتريسيو وبيبي. شوف الكرة هنا يا روي باتريسيو اخطأ امام الجميع اللي داش مازال قداش لا تلعبين امامه قداش وبرناردو سيلفا والحكم يقول خطأ للأوروغواي ارتكبه غونزالو قداش لاعب نادي فالنسيا طبعا لاعب ليرا وصلته بيريرو ولاكسالت والدفاع جودين يلعبها مع جيريرو تسديدة مرة جانبية على مرمى الحارس موسليرا ورأيها كانت مليت عن رونالدو وجودين ثم لاكسالت يلحق الكرة دي الكرة من هنالك جيريرو دفعتم الثمن جول في الدقيقة العشرة يفعلها بيبي ويعيد البرتغال إلى المنافسة. يا سلام بيبي لا يريد أن يودع منتخب البرتغال من دون أن يذهب بعيدا جيريرو حطها لك فوق راسك يا بيبي بوم جول راسية أخرى رد عليها بيبي على كافاني كافاني سجل بالراس وبيبي قال له أنا كايدا نسجل بالراس حتى لجيديش ترجع له جواو مايرو اللعبة الثنائية الثنائية برناردو سيلفا لاكسالت يخرج بالكرة لاكسالت يوصل راح لاكسالت يو البطاقة الصفراء لريكاردو بيريرا مستحق اعتراض واضح. يا ريكاردو يا سيا بيريرا راح لكم لاكسال تتخلى من جواو ماريو وصلته جواو ماريو خطيرة ولا تلقى من هنالك خطيرة